للحديث عن تفاقم أزمة المياه في البلاد والنقص الحاد في مياه الشرب معنا من ستوكهولم الأكاديمي والمتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. دكتور نظير، بداية مرحبا بك. بغداد والمحافظات تعاني من شح كبير في المياه، هل هو عدم التزام من دول المنبع بالحصص المائية للعراق أم أن هناك أسبابا أخرى؟ شكرا على الاستضافة أخي العزيز. الأسباب هي ثلاثة بالحقيقة، احنا دائما نكررها. السبب الأول هو التغير المناخي، السبب الثاني هي المشاريع الروائية في تركيا وإيران، والسبب الثالث هو سوء إدارة ملف المياه داخل العراق. هذه هي الأسباب الثلاثة اللي تسببت بأزمة المياه. هاي صار لنا احنا أكثر من 20 سنة نتكلم عن هذا الموضوع وضرورة تغيير الاستراتيجية في التعامل مع دول الجوار في ما يخص الملف المائي، وكذلك تغيير الاستراتيجية المتبعة حاليا في إدارة الموارد المائية لأنه أثبتت فشلها، لكن مع الأسف ما من شخص يسمع هذا الكلام. ذكرت في أحد الأسباب أنها المشاريع الإروائية بين تركيا وإيران، ما الذي يمنع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي من مفاتحة الرئيس الإيراني فيما يخص موضوع شح المياه في العراق؟ حسب تصوري أنه هذه الحكومة مؤقتة، فلذلك ما معروف الحراك السياسي والتناحر بين الكتل وغيرها من الصراعات السياسية، فلذلك موقف الكاظمي يعني نسبيا خلينا نقول ضعيف. لو كانت حكومه مقره ومستقره كان غير شكل الوضع، فاعتقد هذا سبب رئيسي من عدم تمكن الكاظمي من مفاتحه ايران، لكن هذا طبعا مو عذر، يعني المفروض هذه القضيه تهم امن ومستقبل البلد ومواطني البلد بشكل كبير جدا. فبعيدا عن التناحر والمصالح السياسية، لماذا دائما حكومات ما بعد الاحتلال تتصف بهذه الصفة، دائما تفرط بحقوق العراق سواء كانت حقوق المواطن العراقي أو حقوق العراق المائية وإلى آخره من حقوق؟ لأنه يعتقدون أنه بمحاباة جهات معينة سيستمر وضعهم السياسي كما هو عليه. هذا هو السبب الرئيسي. السبب الثاني هو عدم استيعابهم للمشكلة. يعني احنا الى قبل فترة قصيرة، وانا دائما اذكرها، ارجع الى انتخابات تشرين الثاني الماضي، كل يا كتلة سياسية تكلمت عن أزمة المياه ولا وحدة تكلمت، لكن بعد أن تفاقمت الأزمة هسه بدينا نسمع وسائل الإعلام تتكلم عن هذا الموضوع. فلذلك متخذي القرار بالحقيقة أولا ما عندهم أي معلومات دقيقة عن الموضوع، ثانيا مصالحهم الشخصية يمكن مفضلة أكثر من مصلحة البلد والمواطن. مع الأسف الآن العراق يعيش يعني أزمة حقيقية وخطيرة فيما يخص التغير المناخي، من أتربة ومن عواصف رملية ومن جفاف ومن تصحر إلى آخره. هناك تحذير من الأمم المتحدة قبل شهر من أن مياه العراق قد تم يعني استهدافها من قبل ممارسات حكومية وصراعات في العراق تم صناعتها. الآن هناك تغير مناخي وهناك استهداف للزراعة، يا ترى يعني بتخفيض نسب الانتاج الزراعي أو تخفيض ما خصص للمنتوج الزراعي نتيجة قلة وشح المياه، كيف سينعكس على المناخ العراقي الملتهب المتصحر؟ هناك أكيد تداعيات سلبية دكتور. صحيح طبعا، يعني أولا أعلى درجات حرارة سجلت في عواصم العالم هي في العراق بالحقيقة العام الماضي وهذه السنة، وتقرير البنك الدولي ومنظمة الغذاء الدولية يعتقدون أنه راح تزداد درجات الحرارة درجتين مئوية أيضا إضافة إلى ما كانت عليه العام الماضي. هذا طبعا راح يأثر بشكل كبير على البيئة بالعراق وعلى شحة الموارد المائية وزيادة في
العواصف الترابية. يعني العواصف الترابية كانت تقدر بحدود 200 عاصفة، المتوقع أنه راح يصير 300 عاصفة خلال السنة الواحدة، يعني معناها بس عندها هذا في 60 عام يوم. 2050 بحسب التوقعات الأممية. نعم، الأمم المتحدة بالحقيقة بدأت من 2010 بتقرير لها تحذر من هذه الأمور، وتتابعت التقارير من منظمات مختلفة للأمم المتحدة. يعني واحد منها قبل سنة ونص تكلم عن هجرة كثير أو آلاف من المواطنين من المحافظات الوسطى والجنوبية نتيجة رداءة نوعية المياه وشحتها، وغيرها من التقارير المختلفة من كثير من المنظمات، وآخرها تقرير المجلس المخابراتي الأمريكي اللي يتحدث أنه إذا بقت الأمور كما هي عليه فالعراق واحد من 11 دولة ستتأثر بشكل كبير جدا من الناحية الاقتصادية والصحية والبيئية والأمنية أيضا. وهذه كلها طبعا أمور سردية مع الأسف، المفروض الحكومة تكون أكثر جدية في دائما التعامل مع نتحدث عن المفترض من الحكومة ولكن لا جدوى. ذكرت أيضا من ضمن الأسباب نقطة مهمة وهي سوء الإدارة، الأساليب، غياب الأساليب وغياب الخطط وسوء الإدارة، هذه نقطة مهمة جدا. هناك لدينا في العراق المياه الجوفية، هل المياه الجوفية كافية لإدارة المشاريع الإروائية بعد هذا الشح الكبير في المياه؟ لا، يعني تداولت وسائل الإعلام وغيرها تقرير من أحد الخبراء على أساس أنه في خزين كبير من المياه، طبعا هذا غير صحيح إطلاقا لأن التقنية المستخدمة كانت خاطئة. المياه الجوفية هي توفر 5% فقط من المياه المستهلكة في وغالبا ما العراق. تكون بحسب ظني أنها مالحة، صح؟ المياه الجوفية تكون مالحة معذبة. نعم، في المناطق الجنوبية والوسطى معظمها مالحة، لا تصلح في للزراعة. المناطق الشمالية وقسم من المناطق الغربية لا غير مالحة، لكن معالجة هذا الأمر بالحقيقة مو هي استخدام المياه الجوفية. المفروض أنه أنا يعني تكلمت على قناتكم المحترمة أنه يجب أن نغير نظام الري تغيير كلي، نعم. لأنه الري طرق الري الحديثة المستعملة حاليا فوائدها المائية كبيرة جدا جدا، فلذلك يجب أن نغيرها إلى الري بالتنقيط والري بالرش، لأن فوائد هذه الطرق تكون بسيطة جدا. هاي واحد. اثنين، الشيء المهم جدا أيضا هو الاعتماد على المصادر غير التقليدية للمياه، وهاي احنا ذكرناها سابقا لكن نعيدها بصورة سريعة. واحد منها الحصاد المائي لمياه الأمطار، وأنا قلت أنه احنا عندنا كثير من الدراسات حول هذا الموضوع، ومن الممكن أن نجمع ملايين الأمتار المكعبة من مياه الأمطار والاستفادة منها للأغراض المختلفة. الشيء الثاني هو معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية. يعني احنا المياه العادمة آلاف الأمتار وملايين الأمتار المكعبة من المياه العاسنة تروح رأسا إلى الأنهار وتلوثها، لكن هذه بالحقيقة من الممكن معالجتها واستخدامها للأغراض الزراعية، وهي مصر والأردن تستعمل هاي الطريقة بنجاح تام، وطرق المعالجة هي بسيطة وغير مكلفة نسبيا. ولكن ليس هناك إرادة حكومية للاستفادة من أي تجربة دولية. والله لا استفادة من تجربة دولية ولا يسمعون إذا كلام. الاستفادة بماذا؟ بماذا يستفيدون يعني؟ بماذا الاستفادة بماذا؟ والله ما أعرف، أتصور يعني المشكلة أنه ماذا يجيبون الشخص المناسب واللي الفاهم الموضوع واللي يخلي مصلحة الوطن قبل مصلحته الشخصية، وهذه النتيجة الكبيرة عندنا. نعم، نشكرك شكرا جزيلا دكتور نظير عباس الأنصاري، كنت معنا من ستوكهولم الأكاديمي والمتخصص في شؤون المياه.